صباح الخير، ورحب بمشاهدات ومشاهدي ام بي سي في كل مكان حول العالم، وارحب ايضا بمستمعي ومستمعات ام بي سي اف ام في المملكه العربيه السعوديه، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من مجموعه انسان. ضيف اليوم محارب عتيق واسم لا يكاد ينفك عن الانجاز، مثابر ضرب اروع الامثله لاجيال لتقتدي به، هو لاعب فذ لا يمكن لمسيره الرياضه في السعوديه ان تنسى اسمه. هو قلب الاسد بين الاهلي والنصر، وثلاث تجارب احترافية خارجية. رأيي فيها أنا يا علي أن هذا اللاعب الفذ عندما يخسر أو يكون مهزوم يتحول إلى شخص سلبي جدا، وبالتالي لابد أن يكون دائما فائزا ومتصدر حتى لا يتلفظ بأي جمل مسيئة أو سلوك سلبي. لكن هذا لا يعني أنه ليس نجما كبير، بل العكس، هو نجم كبير ونجم لأجيال. ضيفي وضيفكم الفتى الذهبي ونجم أجيال كاملة، الكابتن حسين عبد الغني.